سامعين بالعصعوص؟ هاليوم راح اطبخ لكم تشريب مال عصيعيص على الطريقة المصلاوي. تعالوا نفوت جوا على المطبخ حتى نغشعكم اشون راح نطبخه. شيف، هذا العصعوص. نعم. بس قبل لا نعمل العصيعيص خليني اتعرف عليك. اسم حضرتك؟ حامد ابو اوس، مطعم ابو اوس. مطعم ابو اوس، شيف اشنو هو الاكل اللي انت تعمله؟ اذا بما انه تستعمل العصعوص يعني معناته ايش راح تعمل فيه؟ احنا ننطيل الزبائن اعتيادي، نطبخه على طريقتنا الخاصه وبعدين نقدمه للزبائن. يعني تعمل فيه تشريب؟ نعم، تشريب لحم مال عصاعيص. تمام. واحنا عندنا تشريب لحم مال عصاعيص وعندنا تشريب لحم مال فرزوله مال غنم. برزولة مال غنم وعندنا قلية. زين، ايش قد صار لك بهاي المهنة شيف؟ من الثمانينات احنا بهاي الشغلة. ما شاء الله. ايه. بلش نقطع العصعوص؟ هسه ترى راح اخليك انت تقطعين معايا. اوكي. يلا اخذي السكينة. خش. قطعي من هاي المفصل، قطعي، قطعة قطعة. قطع. من هوني؟ ايه. هذا عظم. لا لا، دوسي ايدك. ماشي. ما قاعد يتقطع. طيب. يبغى الكتاف. ايه. بس ساعتها هذا تعي من هنا مفصل، هذا ايضا قصي له. هذا. قصي له. طعي. خليه هناك. وهذا ايضا هو قطعي لهذا. يعني انت حصرا بس هذا سنسول. هذا سنسول. هذا سنسول مال العصعوص. هسه تبع ما وصلنا للعصعوص. هذا لحد هنا سنسول. قطعه اللوح قطعيها، هي ايش لي قطعيها. زين. هذا السنسول هسه قطعتي انت سنسول. هسه بدينا. ايه هسه بدينا بالعصعوص. هذا العصعوص قطعي. يلا خلينا نقطع العصعوص. هسه هذا المفصل ما تعرفينه يعني يضيع. ايه صح. الا ابو خبره. مضبوط. هذا العصعوص، هذا العصعوص قطعة مرتبة. ايه. هاي قطعة عصعوص مال. يعني انت حصرا بس تستعمل العصيعيص بالتشريب. بالتشريب. ما مثل العظام وقطع اللحم. لا 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 لا، عصاعيص وتشريب برزولة مال غنم فقط. هذا جدر بحدو وهذا جدر بحدو. وهاي انواع العصيعيص شلون يعني؟ مال هاي مال فولي خاص. هاي مال يعني مال بقر ما يصير، مال جمس ما يصير. ليش؟ ما يستوي. ها يعني يكون لحمه سرد؟ سرد وما يستوي وما ينكل. يعني هذا يكون ايه. لحمه تازه. هذا تازه لحمه ومبين. وهذا تعمله بدسة ضغط لو لا لا، جدر عادي. جدر عادي. ايش قد يحتاج الوقت حتى يستوي؟ ساعتين، ساعة ونص ساعتين يصير فول. جاهز. والعصيعيص توصيها من القصاب يعني اكيد؟ ما قصاب واحد، عندنا عدة قصاصين. ايه. لان القصاب الواحد يذبح له حولي واحد بها عصعوص واحد. عصعوص واحد. ايه صح. تمام. فلازم احنا نفر على القصاصين. صح. يعني عندنا عدة معامل. ما انا هسه اكثر من 10. يعني هذا ساعتها قصاب واحد يذبحه. قصاب واحد؟ ايه. ما بي تقريبا 450 غرام 600 غرام. زين شيف. أيه. باليوم كم عصعوص تحتاج حتى تكفي؟ اقشي 40 كيلو. 40 كيلو يعني ما يعادل تقريبا 30 عصعوص. 30 عصعوص تجيبه؟ 30 عصعوص. اطلع من الصبح ما ارجع لي ساعة 4 العصر. يعني الشيف هوني يفتر معه بكم قصاب حتى يلم العصيعيص من عنده وتكون العصيعيص مضبوطة. ان شاء الله ما هينا. آه، تمام شيف. هسه انت كمان تقطيع العصعوص. نعم. هذاك العصعوص ايش يختلف عن هذا؟ هذا جاهز ايضا. قطعته لقدام. قطعناه. تمام. ها شوفي شلون طريقه التقطيع ماله. لحمه احمر. ايه يعني باعتبار هذا تازه مال اليوم. هسه الخطوه الثانيه بعد ما قطعنا ايش راح نعمل؟ هذا يروح على الغسل. على الغسل. على الغسل يروح. هسه يجي الغسال يستلمه مني يغسله. خوش. وبعد الغسل؟ بعد الغسل على الطبخ. على الطبخ. هسه نروح نغسله هناك. باي الطريقة. تجيبه معاك انا؟ ايه ايه. هالمرة ما اقول واحد يجي يغسله، انا راح ادي اغسله للعصعوص وراح يعلم الشيف شلون يغسل العصيعيص مالته. تحتاجه لاي صيني؟ لا ما نحتاجه. تعال هين على. هسه
هسه راح اغسل العصعوص بالماي، بعد ما طوفه بالماي راح يبدي ياخذ قطعه قطعه ويغسلها بالماي مليح. اذا كان بيها بيقي يعني الهاي مال الخشب مال التقطيع او شعر كله ينشال. مضبوط، هاي الطريقه نرجع نحطها هون. شيف هسه احنا بعد ما راح نغسله وايش راح نعمل؟ نبدي نطبخه صح؟ نبدي نطبخه. هسه راح نبدي نطبخه شيف، بس احنا كل مره نسال الطريقه اللي راح يطبخها بيها الشيف، اكو منهم يقلونه، احنا هون التشريب نوعيته راح نسلقه مع البصل والفليتلا وننتظر الحين ما يكمل. شيف هسه خلينا اللحم، ايش راح نخلي بعده؟ العصيعيص قصدنا مال اللحم. خلينا اللحم الساعتين يفور. تمام. فورتين ثلاثه نشيل الزناخه ماله. ايه. وبعدين نخلي المكونات، اللي المكونات اشنو هي؟ البصل، مي الطماطم المعجون. ايه. والبهارات. بهارات ايش تستعمل بهارات؟ البهارات الفلفل وكزبره نخلي له. ايه. واكو عندنا بهارات خاصه مع العصايص. بهارات خاصه مع العصايص. ايه. شلون بهارات خاصه مع القص؟ اكو بهارات خاصه مع العصايص. ايه تمام، هو مثل ما كل حلقه. ايه. احنا الشيف من نحكي معاه تكون له بهاراته الخاصه ونكهته الخاصه. كل شيء له بهاراته الخاصه. زين هسه بعد هاي الفقره راح نحط البصل والفليفله الخضراء صح؟ بعد ما يفور شلنا الزناخه نخلي المكونات الاضافيه الفليفله نوم البصره نخليها هسه؟ لا الا يفور. الا يفور. يفور ونشيل الزناخه ماله وبعدين ننتظر يفور الماي مال العصاعيص حتى يشيل الطبقه هاي اللا رغوه تصير، هو يقول الزفاره مال اللحم، حتى يبدي يخلي بعدها البصل والطماطه والفلفل والمعجون كله سوا، وراح ننتظره لحد ما يستوي حتى نجي ناخذ ضربه من هو وعيغلي. صاغة العصيعيص راح افغط حتى انطي الصحن لابو اوس يصب لنا التشريب مال العصيعيص. كملتوا الفغد مال منسف التشريب مال العصيعيص، هسه ابو اوس راح يحط لنا العصيعيص فوقات فوقات التشريب فوقات الفغيد. ابو اوس عنده ثلاث انواع من التشاريب، اللي هي تشريب العصيعيص الابيض وتشريب العصيعيص او البرزولة ما البرزولة الاحمر مال الغنم، وعنده هم قليم صلاوي. هاي راح يعمل لي صيني مال دليمي تسطل. قمة العصايص خلي شوي. قمة العصايص. فوق شوية قلية. هذا البصل. راح أكحله بالأحمر. راح أكحله بالأحمر. خلي له بوطرة مال خدود. بوطرة مال خدود. شلون دهن هذا؟ الروائح تخبل يعني مبين تشريب يجنن. وهاي طماطاي هم صحيحة. هسه كمل. هذا كمل المنسف. التشريب مال عصيعيص. استني. هسه راح ناخذه ونذوق الطعم ونعطيكم راينا. كمل منسف التشريب مال عصيعيص على طريقه ابو اوس، هسه راح نجربه ونعطيكم راينا بالطعم. طيب طعم العصعوص كلش غريب ونظم، يعني بينه نغامين
ما كنت ضبطها شكل طعم بتشريب. فإذا تحبون تجون تجاوبون هذا التشريب المرتب مال عصيعيص، تعالوا يم أبو أوس اللي صيغ بشارع الجمهورية، وأكيد أكيد ما راح تتندمون، لأن فعلا تشريب مرتب ونظيف. ولهوني أنا أنتهي بحلقتي لهذا اليوم، وانتظروني بحلقة جديدة وتجربة جديدة وطبخة جديدة مع الشيفات والمطاعم. باي باي.